عرفان وعرفانا لدماء شهداء العراق، وضعت فرقة العباس القتالية بالتنسيق مع الحكومة المحلية في وسط حجر الأساس لبناء مجمع سكني متكامل لذوي الشهداء والجرحى من أبناء المحافظة الذين روى دماؤهم الطاهرة تراب الوطن المقدس. مبادرة كريمة وطيبة من قبل أبنائي وإخواني في الحشد الشعبي، مدعومة من قبل السيد المحافظ ومحافظة واسط، وهذه إن شاء الله باكورة أعمال لتقديم الخدمات لعوائل الشهداء والمقاتلين. اليوم كان في واسط أول مشروع إن شاء الله، وإن شاء الله تستمر هذه المشاريع تستهدف عوائل الشهداء وعوائل الجرحى ومقاتلين الأبطال، سكن إن شاء الله لائق بتضحياتهم ودمائهم. مشروع سكني جديد ومتكامل صمم وفق طراز معماري حديث يتكون من 470 وحدة سكنية سيشيد على أرض تبلغ مساحتها 120 دونما ينفذ على مرحلتين. نحن من عوائل ذوي الشهداء الذين شملوا بهذا المشروع الذي يصب في دعم عوائل الشهداء والمجاهدين، ونشكر العتبة العباسية المقدسة وفرقة العباس القتالية على هذا المشروع لإهداها لمجاهديها وعوائل الشهداء والجرحى. المشروع السكني مشروع الوفاء، نشكرهم على هذا المشروع. يحتوي على كافة الأبنية الخدمية الملحقة بمثل هكذا مجمعات من مدارس ورياض أطفال ومجمعات تجارية ومراكز صحية وإلى آخره من هذه المرافق المهمة. مجمع يحمل مسمى الوفاء يقع في مدينة الكوت، يهدف لتأمين السكن الملائم لذوي الشهداء والجرحى الذين نذروا أنفسهم فداء للوطن. من محافظة واسط العراقية الإخبارية، ميثاق أزراجي.